نتوجه إلى هاتاي مع مراسلنا أحمد غنام. أحمد أهلا بك. هاتاي دمرت بالكامل بحسب شهود عيان، وحجم الدمار والمأساة يفوق التصور وأيضا التوقعات. هل لك أن تضعنا في المشهد في هاتاي؟ بالفعل هنادي، نحن هنا في اسكندرون في هذه المنطقة، المدينة التي تتبع إلى محافظة هاتاي التي تعتبر من أكثر المناطق المنكوبة والتي تضررت. لو نظرنا هنا إلى الكاميرا هنادي، في هذه المنطقة تحديدا يوجد أكثر من 30 مبنى سكني وقع فوق ساكنيه منذ أكثر من 24 ساعة. هنا فرق الإنقاذ كما تشاهد على الكاميرا تعمل من أجل إنقاذ العائلات موجودة في هذا المبنى في هذه النقطة. حتى اللحظة لم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق الثالث فقط، علما أن هنا المباني هي من تقريبا من 6 أدوار مبنية، فبالتالي يوجد الكثير من العائلات هنا. قبل قليل كانت تبكي النساء والأمهات وأقارب وذوي العالقين تحت الأنقاض. حتى اللحظة كما تشاهدين على الصورة هنا يطلبون من الجميع الصمت، يوجد أصوات تأتيهم من تحت الأنقاض أن هناك ربما يوجد بعض العالقين على قيد الحياة. حتى أن قبل صبيحة اليوم هنا في هذه المنطقة تم إنقاذ امرأة مع ابن. أنا مضطر لخفض الصوت قليلا هنادي، معذرة. تم إنقاذ امرأة مع طفليها 2 عمرهما 5 سنوات و6 سنوات. أيضا هنا في هذه النقطة على الأنقاض كمان توقفت الأعمال، وذلك خوفا وذلك لسماع أصوات العالقين تحت الأنقاض. أيضا في العموم في هذه النقطة تحديدا يوجد على مسافة أكثر من 5 كيلومتر الطريق مغلق، وذلك بسبب الأنقاض وتهدم المباني. حتى أن سيارات الإنقاذ أو سيارات الدفاع المدني لا تستطيع الوصول إلى الداخل لصعوبة لغلق الطرق. وكذلك حتى هنا في هذا المكان كما تشاهدي هنادي، هذه النقطة تحديدا النقطة السكنية فيها الكثير من العائلات، لكن للأسف لم ينجو أحد حتى اللحظة تحت هذه النقطة السكنية تحديدا. على طول هذا الخط كما ترينهم، هذا الشارع الرئيسي الذي يصل يمتد إلى أكثر من 5 كيلومتر، جميع المباني السكنية على طرفي هذا الطريق وقعت. نتحدث هنا عن مئات المنازل التي تهدمت على رؤوس ساكنيها، على الذين عائلات. قبل قليل قبل أن ندخل إلى هذه المداخلة هنادي، كانت هنا امرأة تبكي وتصرخ على الدفاع المدني بأن لديها 4 أطفال في الطابق الأول وتصرخ لماذا لا تخرجوهم. يبدو أن الكوادر هنا ليست كافية، وصعوبة الوصول إلى سيارات الدفاع المدني وسيارات التي تقوم بنقل الأنقاض ورفعها إلى نهاية إلى جميع المباني المتهدمة، ربما هذا أيضا عامل سيتسبب ربما بارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير. هذه المدينة تحديدا هنادي فيها ميناء تجاري هام، ميناء اسكندرون. نعم. كما تشاهدين على الشاشة الدخان هذا الكثيف الذي يخرج، هذا بسبب فعل الحريق والانفجارات التي حصلت في الميناء عقب حدوث الزلزال الأول قبل 24 ساعة أو أكثر من 24 ساعة في الساعة 4 صباحا في كهرمان، كان مركزه في كهرمان مرعش. كما تشاهد هذه الدخان تملأ هنا المدينة، طبعا هنا الكهرباء والغاز كل شيء متوقف، حتى أن أيضا المواصلات إلى المدينة بصعوبة لأن يوجد الكثير من الطرق التي تصدعت وتشققت وأصبحت غير آمنة من أجل استخدامها. أيضا من قرب من هذا الميناء يوجد نقطة عسكرية، تقوم هذه النقطة العسكرية أيضا بنقل المرضى أو الجرحى أو المصابين من هذا الزلزال عبر سفن عسكرية إلى إسطنبول من أجل متابعة علاجهم حسب تصريحات وزير الدفاع. فبالتالي هذه المنطقة تعتبر من أكثر المناطق المنكوبة، يوجد الكثير من العائلات، الأعداد غير معروفة حتى اللحظة العالقة تحت هذه الأنقاض. ربما المشهد هنادي هنا بالفعل أنه مأساوي أكثر من المدن التي رأيناها في أضنة. لم يكن حجم الدمار في مثل هذا الحجم الموجود هنا في مدينة اسكندرون.
في أضنا كنا بالأمس رغم توقف المطار وتوقف بعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز في أضنا، لكن حجم الدمار لم يكن كحجم الدمار هنا وحجم ربما الكارثة هنا، لأنه يوجد لا نستطيع أن نقول عشرات المنازل، يوجد مئات المنازل التي أصبحت غير صالحة للسكن، ويوجد أيضا مثلها ما تهدم فوق العائلات. معظم هنا يبدو معظم المباني السكنية المتهدمة هي قديمة وليست حديثة، فكما تشاهدين هنا الناس يترقبون بقلق، يوجد لدى الكثيرين الأمل بأن يتم إخراج وإنقاذ أولادهم أو ذويهم أو أقاربهم من تحت هذه الأنقاض. حتى هنا الطرقات أيضا أغلقت بسبب انفجار في خط أنابيب المياه ولم تعد صالحة أيضا للاستخدام. يوجد صعوبة في الوصول إلى الكثير من الأماكن المتهدمة أو الأماكن التي أصيبت في هذا الزلزال. ليلة أمس حدث أيضا هزة ارتدادية في صبيحة هذا اليوم، ومعظم أهالي هذه المنطقة يعيشون وينامون الآن، فأصبحوا في السيارات أو في الحدائق.